الكلثم يحاول في كرة بالجهات اليمنى، الكلثم يلعب الكرة لياسر القحطاني، القحطاني تفلت كورته والكرة ترجع لصالح الاتحاد، ركلة حرة مباشرة لصالح الهلال. مارسيليو تافاريس يلعب كرة تعدي خارج أرض الملعب، لأن هذه المباراة مثيرة، ما هو بس مثيرة، أعرف إن ليفربول تشيلسي القمة الإنجليزية مثيرة، لكن هذه مني وفيني، هذه مني وفيني. ضربة مرمى، ضربة مرمى